مرحبا، في عنا شوية أخبار هامة. نبدأ بأول خبر وهو خبر سار جدا جدا، وخاصة لعملاء شركة فودافون أو الأشخاص اللي هن متواجدين عند غير أنبيتا، يعني غير مزود خدمة، ولكن بيشتغل هو يعني عند فودافون، بيستعمل شبكة فودافون. فكل الأشخاص اللي عم يستعملوا شبكة فودافون وبشكل رئيسي اللي عندهم عقود للهاتف المحمول بشكل مباشر مع شركة فودافون، ففي لهم خبر سار جدا. أعلنت شركة فودافون عن هدية، وهي عبارة عن 500 جيجا بايت لكل الأشخاص اللي عندهم يعني فتغاك عقد للهاتف المحمول مع شركة فودافون، عندهم هندي فتغاك. كل الأشخاص اللي عندهم هندي فتغاك مع شركة فودافون رح يحصلوا على هدية بقيمة 500 جيجا بايت، يعني ليستخدموها للدخول إلى شبكة الإنترنت. طبعا 500 جيجا بايت هو رقم كبير جدا، حجم بيانات هائل جدا. رح تفتح فودافون يعني هاي الميزة، أو رح تعطي هاي البيانات، هاي الهدية، بالفترة بين 30 نوفمبر لحتى 3 يناير كانون الثاني، يعني من 30 نوفمبر الشهر الحالي، نهاية الشهر الحالي، لحد 3 من الشهر الأول 2024، تقريبا مدة شهر وشوي. البعض رح تجيهم هاي الهدية بشكل أوتوماتيكي، يعني هن ما مضطرين يعملوا أي شيء إطلاقا، والبعض الآخر رح يكونوا مضطرين لأنه يدخلوا على تطبيق اسمه ماين فودافون لحتى يحملوا هاي الهدية، لحتى يفعلوا 500 جيجا بايت. وبالنسبة للعملاء اللي ما عندهم عقد مباشر مع فودافون ولكن بيستخدموا شبكة فودافون يعني عند أنبيتا آخر، عند مزود خدمة آخر، فكمان رح يحصلوا على 50 جيجا بايت أو 100 جيجا بايت أقل، ولكن كمان رقم كبير. وبحسب شركة فودافون ففي 10 مليون عميل رح يستفيدوا من هذا العرض تبعهم من 500 جيجا بايت. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر يعني مشان انتو كمان تكونوا جاهزين، الأشخاص اللي ما بتصلهم بشكل أوتوماتيكي يدخل ويفعل هاي الهدية ليستفيد منها. مننتهي لخبر آخر، قامت الشرطة الاتحادية بالتحقق من أوراق شابين سوريين يبلغان من العمر 23 و 24 عاما. كانوا هدول الشابين واقفين بجانب سيارة تحمل لوحة ترخيص سويدية، شكلهم جايين من السويد، معهم سيارة عليها نمرة سويدية، ولكن بجانب السيارة كان في كمان كيس ورقي مثير للشك. فالشرطة سألتهم للشابين انه هذا الكيس لألكن شيء؟ قالوا لهم لا، هذا مولانا، نحن ما لنا دخل فيه. الشرطة شكت في البداية انه في مخدرات بهذا الكيس، فأخذوه وراحوا على قسم الشرطة، فتحوا الكيس فيه ثلاث طرود مغلفة، فتحوا هاي الطرود لقوا فيهم مبلغ مالي كبير، فيه 2.5 كرونة سويدية، يعني ما يعادل تقريبا 200,000 يورو ضمن هالطرود الثلاثة. وطبعا هون الشرطة بلشت تشك يعني بالشابين السوريين، بما انه يعني هذا الكيس كان جنبهم جنب سيارتهم. ولاحقا شو عملوا هدول الشابين؟ راحوا قدموا بلاغ عند الشرطة بانه هنن يعني مضيعين مبلغ نقدي كبير بالكرون السويدية، يعني بعملة الكرون. فراحوا اشتكوا يعني هنن عند الشرطة انه هنن مضيعين هذا المبلغ، فالشرطة جابتهم يعني للشابين السوريين وعم بتحقق معهم حاليا بتهمة يعني مكتب الجمارك، هون مكتب التحقيقات الجمركي بألمانيا، عم بيحقق معهم بتهم تتعلق بغسيل الأموال لأنه هذا الرقم كبير. وأثناء التحقيق معهم الشابين السوريين حكوا يعني روايتين مختلفتين، حكوا بأقوال متضاربة. في شاب قال لهم انه هاي الأموال جاي من سوريا، وشاب الثاني قال لهم انه هاي الأموال رايحة لسوريا. طبعا الشرطة يعني عم بتحقق معهم حاليا في تهم تتعلق بغسيل الأموال، وكمان تم مصادرة هاي الأموال. مننتقل لخبر آخر يتعلق بملاجئ النساء فراون هويزا. طبعا في عنا هون بألمانيا نحن يعني فراون هاوس اللي هو ملجأ النساء بالجمع فراون هويزا. هدول الملاجئ بيروحوا عليهم النساء المعنفات، يعني المرأة اللي عم تتعرض للتعنيف الجسدي أو النفسي أو الجنسي من قبل يعني الشريك أو الزوج. فبهي الحالة إما بتروح هي من تلقاء نفسها يعني للفراون هاوس إذا ما كان في مكان تروح عليه يعني تنام فيه، أو الشرطة بتأخذها لهنيك لما بيصير يعني شجار بين الزوج وزوجته أو
بين الشريك وشريكته هون بألمانيا، فلما بيكون في خطر على امرأة ما فالشرطة بتاخدها بتحطها يعني بالفراون هاوس لحمايتها إذا كان في تهديد من قبل الزوج أو الشريك. ولكن المصيبة في ثلاث مقاطعات هون بألمانيا، بزاكسن، زاكسن أنهالت وتورينغن. بهالمقاطعات الثلاثة الفراون هايزا عم بيطالبوا النساء بأنه يدفعوا ثمن إقامتهم، يعني بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية عم بيطلبوا من النساء اللي عم بروحوا لهنيك يعني بهالثلاث مقاطعات في بعض ملاجئ النساء هنيك عم بيطلبوا منهم أموال مقابل الإقامة عن كل ليلة يعني عم بيناموا فيها هنيك، عم بيطلبوا منهم مبلغ معين. وهذا الأمر عم تعتبره وسائل الإعلام الألمانية خطير جدا، لأنه في كثير من النساء عم بيضطروا أنه يرجعوا لعند الشريك أو الزوج يعني مشان ينام عنده في البيت، على الرغم من اني هو عم يعنفهم تعنيف جسدي او نفسي او جنسي، فعم بيضطروا يرجعوا لعند الزوج او الشريك لانه ما بيقدروا يتحملوا تكاليف الاقامه. والمشكله انه في كثير من النساء عم بيضطروا انه يرجعوا لعند الشريك او الزوج لحتى يباتوا عنده يناموا عنده، على الرغم من التعنيف اللي عم بيتعرضوا له من قبل الزوج او الشريك، لانه هن ما بيقدروا يتحملوا تكاليف يعني السكن، تكاليف الاقامه في ملاجئ النساء. وهي المشكلة يعني سلطت عليها الضوء وسائل الإعلام الألمانية وطالبت الدولة بالتدخل في هذا الأمر. طبعا ملاجئ النساء عم تشتكي من نقص التمويل، لهيك عم تطلب يعني ثمن الإقامة من قبل النساء لأنه هن في عندهم نقص في التمويل. ننتقل لخبر آخر. بالفترة الأخيرة كان في عدة حوادث مرورية هون بألمانيا، حوادث على الطرق في الشوارع الألمانية، والأسباب يعني بشكل رئيسي كانت هي الشوارع الزلقة يعني بسبب الجليد، التجمد اللي عم بيصير، لأنه درجات الحرارة هون بألمانيا بلشت تنخفض في الأيام الأخيرة مساء أو ليلا لدرجة الصفر وهي درجة التجمد، وبالتالي الشوارع هون بألمانيا عم بتكون زلقة جدا، عم بتتشكل عليها طبقة جليدية رقيقة عم بتؤدي لانزلاق السيارات، وهذا الشيء عم بيسبب حوادث تصادم. فحبيت يعني نبهكم من هذا الأمر لأنه في تحذير رسمي في بعض المقاطعات الاتحادية، وخاصة مقاطعة نيدا زاكسن حذرت يعني أنه بالأيام القادمة ممكن يكون في هطول للثلوج أو تشكل الصقيع والجليد، لهيك يعني هذا التحذير مهم لكل سائقي السيارات طبعا في جميع أنحاء ألمانيا وبشكل خاص في مقاطعة نيدا زاكسن. مننتقل لخبر آخر. أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يورو، 15 مليون يورو مساعدات إنسانية للسكان المحتاجين في سوريا ولبنان، 11.5 مليون و500 ألف يورو لسوريا و3.5 مليون للبنان، 3 مليون و500 ألف للبنان. طبعا هاي مساعدات لأهل سوريا وأهل لبنان، مساعدات للأشخاص اللي موجودين بالمخيمات وكمان الأشخاص الموجودين في الداخل السوري. هاي المساعدات رح يتم تقديمها من قبل الاتحاد الأوروبي، أعلنت عنها يعني مفوضية الاتحاد الأوروبي، مساعدات للسوريين المحتاجين وأيضا مساعدات للبنان 15 مليون يورو. بحسب المفوضية الأوروبية الهدف من هاي الأموال هو التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين والنازحين السوريين في الداخل والخارج، وخاصة فيما يتعلق بشكل رئيسي بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة. مننتهي لخبر آخر يتعلق بالجنسية الألمانية. نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفغانغ كوبيكي معترض على تسريع الحصول على الجنسية الألمانية، يعني على شروط الجنسية الألمانية المخففة. طبعا الحزب الديمقراطي الحر هو حزب شريك في الحكومة الاتحادية، يعني هو من الأحزاب الحاكمة، فنائب يعني رئيس هذا الحزب معترض على تسريع الحصول على الجنسية الألمانية أو ما يعرف بتخفيض معايير الحصول على الجنسية الألمانية، يعني هو ضد هاي التسهيلات. وأشار للمظاهرات الفلسطينية هون بألمانيا وحكى عن استيراد معاداة السامية هون لألمانيا. طبعا هذا كلامه لألو وأنا عبنال الكونيان، قالته صحيفة شبيغل الألمانية، هذا شيء مو كلامي ولا بيعبر عن رأيي الشخصي إطلاقا.
هو عم بيشير للمظاهرات هون المؤيدة لفلسطين، وعم بيقول انه نحن استوردنا معاداة السامية هون لألمانيا، وبالتالي هدول الأشخاص ما لازم نمنحهم الجنسية الألمانية بسهولة، يعني ما لازم نخفض معايير الحصول على الجنسية الألمانية. هذا كلامه وأنا عم بنقل لكم إياه مشان يصير في عندكم علم. ولكن أكبر حزب في الحكومة اللي هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعترض على هذا الكلام، اعترض على كلامه ورد عليه وقال له أنه نحن ما رح نلغي قانون الجنسية الألمانية الجديد، ما رح نحط الناس يعني هون تحت الشك دايما مشان بعض الأشخاص يعني هون اللي عم يساوي مشاكل، فنحن ما بدنا نعمم هذا الأمر على الجميع، وفي أشخاص هون حابة تجي لألمانيا تتعلم وتشتغل وتندمج، وفي عالم يعني رح تجي بس تشتغل هون وفقا لقانون العمالة الماهرة، فنحن ما بصير كل هالناس نحطهم تحت الشك دايما ونتعامل معهم على هذا الأساس، لأنه هذا الشيء رح يخفف من الاندماج، رح يعيق الاندماج هون في المجتمع الألماني. لهيك رفض هذا المقترح. في كتير جدل وحكي عن موضوع إلغاء قانون الجنسية الألمانية الجديد. هذا القانون ما صدر أي شيء رسمي لحد الآن بيقول إنه هذا القانون رح يلتغي. في انتقادات من قبل أحزاب المعارضة، وفي كمان انتقادات حتى من الحزب الشريك في ائتلاف إشارة المرور، الحزب الديمقراطي الحر. ولكن على الرغم من ذلك هي كلها بس انتقادات، ما في أي شيء بيقول إنه هذا القانون رح يلتغي لحد الآن، يعني ما في أي شيء من الحكومة بشكل رسمي بيقول إنه قانون الجنسية الألمانية الجديد رح يلتغي، يعني هذا القانون جاي هو مسألة وقت، وهذا الكلام بناء ووفقا للمعطيات الحالية. فحبيت أحطكم بصورة الوضع فيما يتعلق بقانون الجنسية الألمانية الجديد، وكمان فيما يتعلق بتصريح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر. ننتقل لخبر آخر. بعض المتابعين الأكارم عم بيسألوني عن الواتساب، عم بيقولوا لي احكي لنا عن قانون الواتساب. ما في شيء اسمه قانون الواتساب، يعني ما في أي قانون جديد بهذا الخصوص، ولكن في تعديل قادم، في تعديل قادم اعتبارا من شهر ديسمبر الشهر القادم، في تعديل بسيط في الواتساب. بعتقد اني ما بيهم الكثيرين، ولكن رح اوضح هذا الامر مشان الاشخاص اللي عم بيسألوا عن هذا الموضوع. الامر مرتبط بسجلات الدردشة، سجلات المحادثات على الواتساب. هاي السجلات بتتضمن نصوص وصور وفيديوهات، يعني نحن بنشارك على الواتساب صور او فيديوهات او نصوص مع اشخاص اخرين، ولكن بعد فترة حجم هالملفات بيكبر كتير، فالبعض بيقوم بتخزين سجلات المحادثات على جوجل درايف. طبعا جوجل درايف هي خدمة تخزين موجودة عند جوجل. بالسابق كان في اتفاقية بين جوجل وبين واتساب اللي هي تابعة لميتا، ميتا اللي هي يعني الشركة الأم للفيسبوك وللواتساب وللإنستغرام. فكان في اتفاقية بينهم وبين جوجل بأنه يسمحوا للمستخدمين بتخزين بياناتهم على جوجل درايف بأحجام كبيرة، ولكن هاي الاتفاقية التغت بين شركة ميتا التابعة للواتساب وبين شركة جوجل، وبالتالي المستخدمين اللي بدهم يخزنوا سجلات المحادثة اللي بتكون يعني مساحتها كبيرة لأنه فيها صور وفيديوهات كتير، اللي بدهم يخزنوها على جوجل درايف فمعهم بس 15 جيجا بايت مجانية، وبعد ال 15 جيجا بايت رح يضطروا يدفعوا أموال، وبالتالي هي الخدمة لم تعد مجانية بالكامل. يعني الشخص اللي بدي يخزن سجل المحادثات على جوجل درايف فهو مضطر يدفع مصاري بالمستقبل لحد 15 جيجا بايت مجانية، هي بيعطينا إياها جوجل درايف بشكل مجاني، ولكن أكثر من هيك بدك تدفع مصاري حوالي يورو 99 سنت، يعني 2 يورو تقريبا للميت جيجا بايت. ولكن إذا بتعمل اشتراك سنوي فبتحصل على عرض أرخص، يعني بتدفع شهريا أقل من 2 يورو لكل 100 جيجا بايت تحجزها بجوجل درايف. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهي الأخبار. بنهاية الفيديو كالعادة حابب أذكر بضرورة الاشتراك بالقناة. بعرف أن البعض غير مكترس بالاشتراك على الإطلاق، ولكن هذا الشيء بيدعمني وبيفيدني كتير وبدعم القناة كمان، فبتمنى أنكم تخصصوا ولو نصف دقيقة من وقتكم وتدخلوا على تطبيق اليوتيوب أو حتى على المتصفح وتتأكدوا من أنكم مشتركين بالقناة ومفعلين زر الجرس. هذا الشيء بيدعمني وبيشجعني كتير. كان معكم إلهام بوزان، شكرا لكرم المتابعة، تبقوا بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.